للحفاظ على صحتك ولياقتك في شهر رمضان، تجنب الإفراط في الأكل وذلك بتقسيم الوجبات. قسم وجبة الإفطار إلى وجبتين. ابدأ بثلاث حبات من التمر أو الرطب مع اللبن قليل الدسم قبل القيام لأداء فريضة صلاة المغرب. بعد أداء الصلاة، تناول طبقاً من الشوربة، تناول طبقاً من السلطة مع الطبق الرئيسي. أما عن الأطباق الرئيسية، يجب تناول وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات العالية بالألياف. عند إعداد الحلويات الرمضانية، احرص على تقليل السكر والدهون. عند السحور، تناول وجبة عالية بالألياف والكربوهيدرات والبروتين وقليلة الدهون. غير عاداتك، تسعد بحياتك.